بات العراق مؤخرا ساحة ساخنة لصراع النفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والكيان الصهيوني، فالولايات المتحدة وإيران تمارسان لعبة عض الأصابع وإرسال الرسائل السياسية والعسكرية لوكلاء كل منهما في المنطقة. آخر ما أقدم عليه الصهاينة كان ضربة جوية اعترف بتنفيذها إعلامهم ضد مخزن أسلحة لميليشيات الحشد في معسكر الصقر بمنطقة أبو تشير جنوبي بغداد، الذراع الأقوى لإيران في العراق. الانفجار كان هائلا بحسب لقطات تناقلها ناشطون، فقد أدى القصف لانفجار قذائف وصواريخ كانت موجودة في مخزن الأسلحة وسقوط العديد من صواريخ الكاتيوشا على منازل قريبة من مخزن الأسلحة، ما أدى لمقتل وإصابة نحو 30 مدنيا. ويشكل الهجوم الصهيوني الجديد على مخزن الأسلحة التابع لميليشيا الحشد دليلا قاطعا على وجود هذه المخازن حتى اللحظة داخل المدن العراقية، كما يأتي هذا الهجوم متزامنا مع دعوات ارتفعت أصواتها مؤخرا تطالب بخروج مقرات الميليشيات التي تنتشر داخل المدن بكثافة إلى خارجها، حيث أن الميليشيات تتعمد وجود مقراتها ومخازن أسلحتها وعتادها بين المدنيين، ما يشكل حماية ودرعا واقيا لها من أي ضربات قد توجه ضدها. كذلك يعتبر حجم الانفجار الهائل في مخزن أسلحة ميليشيات الحشد بمنطقة أبو تشير دليلا على حجم ترسانة الأسلحة الضخمة التي لا تزال تمتلكها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، بالرغم من إعلان انتهاء العملية العسكرية ضد تنظيم الدولة منذ فترة طويلة. وهذا ما يصادق على التصريحات التي جهرت بها إيران مؤخرا بشأن سيطرتها على 4 دول هي لبنان واليمن وسوريا والعراق. وفي 28 من شهر تموز الماضي طال قصف صاروخي معسكرا تابعا لميليشيات الحشد في محافظة ديالى، قبل ذلك بأيام قليلة وتحديدا في 9 من الشهر نفسه قصف معسكر الشهداء التابع لميليشيات الحشد في منطقة آمرلي بمحافظة صلاح الدين، وهو ما اعترف به لاحقا القيادي في ميليشيا بدر كريم عليوي، مستبعدا رد ميليشيات الحشد على الكيان الصهيوني بسبب بعد المسافة بين العراق وهذا الكيان على حد قوله.